كان عام صعب مليء بالأزمات، لربما أكبر هذه الأزمات كان وباء عالمي نتحدثون عن فيروس كورونا. عام برغم قصره كاد ينسينا شكل الحياة على طبيعتها، وبينما ننتظر أي بصيص من الأمل تشفق في مخيلتك وفي خيالك لمواليد هذا العام مما ينتظرهم ربما في المستقبل القريب وأيضا البعيد. لكن كان بصيص الأمل صورة لأحد مواليد هذا العام قلبت مواقع التواصل الاجتماعي رأسا على عقب بعفويتها، وهي صورة نشرها الإخصائي في الأمراض النسائية والتوليد الدكتور سامر شعيب على صفحته على موقع إنستغرام لمولود نزع الكمامة والكمامة عن وجه الطبيب بشكل عفوي، وعنونها الدكتور سامر قائلا: كلنا نريد إشارة لنزع الكمامة والعودة إلى حياتنا الطبيعية. هذا هو الدكتور هذا أحد المواليد. كانت هذه الصورة كفيلة بإحداث ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي عامة وموقع إنستغرام بشكل خاص، فاعتبرها الرواد إشارة لانتهاء الأزمة وشاركوها عبر مواقعهم وأيضا صفحاتهم مع عبارات ترتبط بالتمني بعودة الحياة إلى طبيعتها والتخلص قريبا من هذا الوباء. دعونا نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا الدكتور سامر شعيب، ينضم إلينا الآن استشاري الجراحة النسائية والتوليد والحالات الخطرة، ينضم إلينا من دبي. دكتور أهلا بك معنا. صورة انتشرت بشكل كبير على الإنستغرام، حدثنا أكثر عن خلفية هذه الصورة. عنوان هذه الصورة هي التفاؤل، التفاؤل والإيجابية اللي نحن كلنا بحاجة إلى بهذه الأيام. الناس تعبت من السلبيات بمواقع التواصل الاجتماعي، تعبت من السوداوية اللي حولنا، هالكمامة أو الكمامة اللي بدها تضلها محطوطة على وجهنا كل النهار. اختنقنا كلنا يعني، وأنا أول واحد اختنقت، ولما هالبيبي بيكمش هالكمامة ويرفعها أخذت نفس هيك وحسيت كل العالم لازم تاخذ هذا النفس. يعني التفاؤل إن شاء الله أنه هذه القصة حتخلص وحنرتاح منها وترجع الأمور لطبيعتها، نرجع نقدر نمارس حياتنا الطبيعية مثل قبل. تمني وتفاؤل وهوب وأمل، يعني شو بدنا نعمل. دكتور حدثنا أكثر عن هذا الطفل، عن هذه الصورة، هل كانت يعني عملية ولادة سهلة، كانت صعبة، كيف استطاع هذا المولود أن يقطف هذه الكمامة منك دكتور؟ هيدا الطفل هو إجا بعد أخته، هيدا عملية ولادة للتوأم. أول شيء خلقت البنت، رجع خلق الصبي، ولما خلق الصبي أنا كمشت الصبي بدي فرجيه لبيو، وبيو قاعد حد الأم من الجهة الثانية، هي الأم كان عندها بنج نصفي فكمان هي واعية وشايفة، وهالطفل بعصبية وبثورة، يعني ثورة جي هذا الطفل، فين نقول ثورة جي على الكورونا. كمش هالكمامة وسحبها، وبيو التقط الصورة بصورة عفوية. وبعدين أنا لما بطلع على الصورة شفت أن هذه الصورة فيها كتير معنى وفيها كتير أمل وفيها كتير في رسالة نوع من الرسالة الإيجابية لألنا. حسيت على القليل لألي على صعيد الشخصي وعلى صعيد الأهل، طفل جدا ذكي، حسيته جدا واعي، عنده فيجن، عنده رؤية مستقبلية، هيك حسيت. حطيت هذه الصورة وما توقعت تعمل كل هالضجة على مواقع التواصل الاجتماعي، العالم تفاعلت معها بعتقد بسبب إيجابيتها. كيف كانت ردود الفعل دكتور؟ الولادة أبرز ردود الفعل التي استوقفتك بمستشفيات دبي، أصدق على مواقع التواصل الاجتماعي؟ مواقع التواصل، ربما كانت ردود فعل خارج مواقع التواصل. ردود الفعل كانت كتير على عصبية هالصبي وقديش هو يعني عنده هالقوة والثورة، مثل ما قلت لك انه بده يشيل هالماسك ونخلص منه كلنا، يعني كلنا كأنه كلنا ماشيين وراه لهذا الطفل، كلنا ماشيين وراه. الناس كتير حبت انه صار عندها أمل أكتر، لأنه ما بنسمع إلا سلبيات، أعداد كورونا بتزيد، رجعوا حطوا الكمامة، إمتى بده يطلع هالفاكسين. سو عنا كتير تساؤلات، يعني ردود الفعل كلها تفاؤل الناس إنه في إيجابيات بدها تصير قريبا إن شاء الله، وهذه إشارة
من تونس تلفنولي بتونس بقولوا انه خدوا فيلكم من صغاركم. ضحكتني هذه الكلمة، وهذه يمكن حق، قد ما هن صغار بيور، قد ما هن عفويين، قد ما هن رسالتهم صادقة، يمكن لازم ناخد منهم هالرسالة ان شاء الله، ويكون كل الامور ترجع بطبيعتها قريبا. طب دكتور اسمح لي على هذا السؤال، في نهاية المطاف أنت دكتور، وكانت هذه يعني مثابة عملية في نهاية المطاف، هناك إجراءات، تعلم بأننا الآن في وضع استثنائي والإجراءات الطبية والصحية مشددة أكثر من أي وقت مضى، يعني قد يتساءل البعض ماذا عن الإجراءات في نهاية المطاف؟ هذا مولود خرج الآن ويمسك هذه الكمامة وينزعها عن وجهك دكتور، ماذا يمكن أن نرد لمن يعني كان لديه نوع من التوتر من هذه الصورة فيما يخص الإجراءات خاصة مع انتشار فيروس كورونا؟ هلا انا بفهم انت شو عم تقولي، بس نحن هلا صار في مثل القانون بدبي، اي حدا بده يفوت على المستشفى بده يعمل عمليه لازم ينعمل له فحص الكورونا قبل ما يفوت على المستشفى. اذا كانت الكورونا ايجابيه بفوت على مستشفيات خاصه تستقبل الكورونا، مش كل المستشفيات الان تستقبل حالات الكورونا، فكل المرضى اللي نحن بنفوتهم للولاده خاصه اذا كانت الولاده معروفه باي مستشفى بنطلب فحص للكورونا، بده يكون نيجاتيف، بتكون المريضة ما عندها ولا نوع من الأعراض، حتى أي حدا بده يكون موجود بهذه بحول هذه المريضة بده يكون عامل الفحوصات ويكون هدف. نحن الجهاز الطبي بيتعرض لفحوصات كتير، وبعتقد كل الناس اللي عم يروحوا أصلا حتى من دبي على أبو ظبي أو من دبي على العين عم يفحصوا كورونا بالجمعة مرة. الدولة بالإمارات كتير كتير واعية لهذا الموضوع، عم تعمل فحوصات أكتر بكتير من عدد سكان الإمارات كلها، يعني بمئات الألاف. فيعني هذا الموضوع نحن حاطينه بين عيوننا ولسنا غافلين على الموضوع ابدا، يعني نحن طاقم طبي كنا بالجهه الاولى وقت ما كان في كورونا بعز دين الازمه، كنا ننزل صحيح. من بيوتنا ونروح نولد ونساعد بنص الليل، نساعد العالم اللي بدهم يولدوا، ما تركنا حدا. دكتور اعذرنا المقاطعه، في 30 ثانيه دكتور، تحدثنا عن الطفل، تحدثنا عن هذا الموضوع، لكن ماذا عن والد ووالده التوامين الطفلين؟ هل يشعر الان الاب بفخر اصبح ربما مولوده ابنه الان يعني مشهور على منصات التواصل الاجتماعي؟ انا بتواصل مستمر مع والده الطفل، وعرضت عليها انه بدي انه افصح عن اسم الطفل بدي كذا، قالت لي لا انا بحب انه نضلنا هيك دكتور، وهن بالنهايه عائلتي، انا بعتبر حالي جزء من هيدي العائله، وبعدها يعني وان شاء الله بدنا نضلنا على تواصل انا وياها والاب وهذا الطفل، ولما يكبر الطفل بدنا نفرجيه هيدي الصوره وبدنا ننبسط نحن وياه، وإن شاء الله بتدلها ذكرى حلوة للجميع وبتكون إشارة إيجابية فعلية أنه نخلص من هيدا المرض يلي غير لنا حياتنا بكل يعني تأكيد. شكرا لك دكتور، دكتور سامير شعيب استشاري الجراحة النسائية والتوليد والحالات الخطرة، كنت معنا من دبي، شكرا جزيلا لك.